التحطيم المركب المشروط للمجسمات ببرنامج ملحق تاي فلو. يهدف هذا الفيديو التعليمي إلى إكساب المهارات الآتية: أولاً، مهارة تحطيم بعض أجزاء المجسمات وإبقاء البعض. ثانياً، مهارة استخدام المشغلات الاشتراطية في التحطيم. ثالثاً، مهارة تجزئة الجسيمات المحطمة إلى جسيمات أصغر. رابعاً، مهارة إبطاء سرعة حركة تحطيم المجسم بالمشهد. نبدأ أولاً في إنشاء المجسم الذي نرغب في تحطيمه من خلال برنامج تاي فلو، وذلك عن طريق الذهاب إلى Create ثم Shapes، ثم نقوم باختيار Line والذهاب إلى مسقط Front والبدء في إنشاء شكل المجسم عن طريق رسمه واستخدام أمر تعديل ليث لتحويله إلى مجسم ثلاثي الأبعاد كما تعلمنا من قبل. نقوم بضغط مفتاحي Alt و W لتكبير ميناء الرؤية، ثم نبدأ بالنقر والسحب للبدء في تشكيل المجسم. وهو شكل عمود. نقوم بعد ذلك باستدعاء أمر التعديل ليث لتحويل الشكل إلى مجسم، وكما تعلمنا نقوم بضبط الأبعاد لنحصل على شكل مناسب للمشهد. ونقوم بتعديل بعض الخصائص ويمكن القيام بتغيير نسبة الطول عن طريق القيام بسحب النقاط أعلى شكل العمود في اتجاه محور الواي هكذا. كما يمكن أيضا القيام بالتلاعب بنسبة سيجمنتس للحصول على شكل مثمن، وذلك عن طريق إزالة خيار سموث بعد تقليص حجم الأجزاء المقطعية وعددها إلى 8. بعد ذلك نقوم بضبط موقع المجسم عن طريق النقر بالزر الأيمن للفأرة على الإحداثيات هكذا. القيام بوضع المجسم في منتصف المشهد ويراعى بالطبع التأكد من قياس الوحدة التي نعمل بها عن طريق الذهاب إلى قائمة كاستمايز ثم يونت سيت اب والتأكد من العمل بوحدة السنتيمتر
وان اوكي، ثم نقوم برسم شكل مجسم بوكس بأبعاد مناسبة ليتم استخدامه كأداة مطرقة للشكل الذي أمامنا. نقوم بلف مجسم البوكس بزاوية مائلة 45، ثم القيام بإجراء حركة عليه عند الإطار رقم 50 عن طريق الذهاب إلى مفتاح أوتو كي والبدء في تحريك شكل بوكس هكذا. بعد ذلك نقوم بإخفاء مجسم بوكس عن طريق القيام بالنقر فوقه بالزر الأيمن للفأرة، ثم تنشيط Object Properties وإزالة خيار Renderable أي قابل للإظهار، وتنشيط خيار Display as Box هكذا. ثم نقوم بعد ذلك بالعمل مع برنامج تايفلو لتحطيم هذا المجسم بصورة شيقة، وذلك عن طريق القيام بالذهاب إلى Create Geometry ثم نقر زر تايفلو والقيام برسم الأيقونة الخاصة بالبرنامج هكذا، ثم الذهاب إلى لوحة Modify ونقر زر Open Editor ليتم فتح نافذة التعامل مع برنامج تايفلو. نقوم بعد ذلك بوضع المشغلات التي تقوم بأداء أوامر التحطيم تباعا. نبدأ بمشغل Path Object لتحديد المجسم الذي سوف يتم تحطيمه عن طريق نقر زر بك ثم النقر فوق العمود، فيتم عمل نسخة جديدة من خلال برنامج تايفلو للتعامل معها. نقوم بإخفاء النسخة الأصلية عن طريق نقر زر Select by Name ثم اختيار Line هكذا، فيتم اختفاء العمود الأول أوكي. نقوم باستدعاء مشغل فرونوي عن طريق ضغط مفتاح تاب من لوحة المفاتيح، ثم الأحرف الأولى من المشغل فرونوي فراكتشر والنقر المزدوج، فيتم استدعاء الأمر داخل نافذة Event الحدث. نقوم بتحديد عدد الأجزاء التي يتم انشطار مجسم العمود إليها 50 على سبيل المثال، وعند ضغط مفتاح F4 لوحة المفاتيح نلاحظ بدء تحديد الأجزاء التي سوف ينشطر المجسم إليها داخل المشهد. نقوم بتكبير المشهد عن طريق ضغط مفتاحي Alt و W لرؤية أوضح. بعد ذلك نقوم باستدعاء
مشغل آخر عن طريق ضغط تاب من لوحة المفاتيح وكتابة الأحرف الأولى Physic Shape، وذلك لإظهار الجسيمات التي تم تحطيمها من خلال مشغل برونوي فراكتشر. فنلاحظ عند نقرأ زر بلاي بداية تحطيم المجسم، وهو ما لا نرغب فيه بالطبع الآن، لذا نقوم باستدعاء مشغل جديد عن طريق ضغط تاب، ثم استدعاء مشغل فيزيك سويتش عن طريق كتابة الأحرف الأولى والنقر المزدوج فوق الأمر. نقوم بتنشيط خيار كيناماتيك أسفل الجزء سويتش، وهو الذي يقوم بتجميد حركة الجسيمات الناتجة عن تحطيم المجسم الأساسي شكل العمود. فعند التشغيل نلاحظ عدم إحداث أي حركة بالمشهد نتيجة لاستخدام هذا المشغل Physics Switch، الذي يقوم بتحويل حركة الجسيمات المتحركة إلى حركة السكون من خلال تنشيط خيار كيناماتيك. هكذا نقوم بعد ذلك باستدعاء مشغل آخر عن طريق ضغط مفتاح تاب من لوحة المفاتيح Surface Test، وهو من المشغلات الشرطية التي نستخدمها لإخبار برنامج تايفلو أن يقوم بإجراء معين عند توفر شرط محدد من قبل المصمم للحركة. نقوم من خلال هذا المشغل باختيار مجسم بوكس عن طريق النقر فوقه داخل بناء الرؤية، فيظهر اسم المجسم أسفل الجزء Objects أسفل Surface Test. نقوم بعد ذلك في الجزء Surface Test Type بتحديد أمر Volume Insight، بمعنى أن يبدأ تحطيم العناصر عندما تخترق داخل هذا المجسم. بعد ذلك نقوم بعمل وإنشاء حدث جديد، وذلك عن طريق ضغط مفتاح تاب من لوحة المفاتيح واستدعاء أمر Physic Switch مرة أخرى. وذلك لتحويل الجسيمات الغير نشطة في الحركة إلى جسيمات نشطة من جديد بعد اختراق شكل المجسم لهذه الجسيمات داخل مجسم العمود. عند التشغيل نلاحظ عدم حدوث أي شيء، لذا يجب القيام بربط هذا الحدث بالحدث الذي قبله هكذا عن طريق النقر والسحب. وعند التشغيل نلاحظ الفرق، بداية تأثر الجسيمات بحركة مجسم بوكس، نبدأ في تغيير حالة الجسيمات الساكنة إلى الحالة المتحركة التفاعلية عن طريق تحديد مشغل Physic Switch والقيام بتنشيط خيار Dynamic Activate،
ثم نذهب لاختبار هذا المشغل عن طريق نقرأ زر بلاي أنيميشن ونلاحظ بدء انهيار العمود بالشكل الذي نراه في المشهد. وللحصول على واقعية أكثر نقوم بتفتيت الجسيمات الناتجة عن الحركة إلى جسيمات أخرى أصغر لكي يكون هناك تنوع في المشهد، وذلك عن طريق الوقوف على مشغل فيزيك سويتش ثم استدعاء مشغل آخر عن طريق ضغط مفتاح تاب من لوحة المفاتيح واستدعاء مشغل سبليت والذي يقوم بوظيفة تقسيم الجسيمات التي تحطمت إلى نصفين ويقوم بتقسيم هذه الجزيئات ونقلها إلى حدث آخر جديد كأن نقوم بتفتيتها مرة أخرى. نقوم بعمل حدث آخر جديد عن طريق ضغط مفتاح تاب لاستدعاء أمر التحطيم فورونوي فراكتشر هكذا والقيام بتحطيم المجسمات التي تم انشطارها من خلال أم سبليت ونلاحظ أهمية الألوان في تحديد الأجزاء التي يتم عليها أوامر المشغل لكي نميزها عن سابقها. عند التشغيل نلاحظ عدم تغير أي شيء، لذا نقوم بتنشيط الحدث الثالث عن طريق ربطه بالحدث الذي قبله الذي يحتوي على مشغل سبليت هكذا، ثم نقوم بالتشغيل لرؤية النتيجة ونلاحظ بداية التحطيم بشكل محترف، ولكن بالطبع هناك مشكلة في بعض الأجزاء يمكن القيام بإجراء بعض التعديلات من خلال تغيير قيمة فراكتشر والقيام بتشغيل بلاي لرؤية الناتج هكذا، ويمكن أيضا تعديل موضع مجسم بوكس لحل هذه المشكلة. عن طريق اختياره وتحريكه قليلا جهة اليمين ثم مراقبة النتيجة هكذا. نقوم بالنقر على مفتاح F4 للعودة إلى الوضع الطبيعي في العرض ومراقبة المشهد بدقة أكثر، ويمكن القيام بتفتيت أكثر عن طريق تكرار نفس الخطوات السابقة، فنقوم بإضافة مشغل سبليت مرة أخرى عن طريق ضغط تاب واستدعاء المشغل ثم إنشاء حدث آخر جديد عن طريق ضغط تاب
فورونوي مرة أخرى وربط الحدثين ببعضهما البعض وتمييز الحدث الأخير بلون إضافي ومشاهدة ما يحدث ونلاحظ واقعية المشهد ويمكن تغيير زاوية الرؤية عن طريق نقر مفتاح Orbit Sub Objects ثم القيام بلف المشهد هكذا للحصول على زاوية شيقة منظورية للمشهد كما نلاحظ ومتابعة المشهد وتحسينه بصورة أكثر. يمكن القيام باختيار أيقونة Type Flow ثم الدخول إلى لوحة Modify وتنشيط الأمر Retimer وذلك لإبطاء الحركة لإحداث المزيد من الواقعية والجذب في المشهد عن طريق تنشيط خيار Enable Simulation Retime by Speed. نلاحظ أن معدل السرعة 100%، نقوم بإبطاء هذا المعدل ليصبح 30% هكذا، ثم نلاحظ التغيير بالمشهد. نلاحظ عدم اكتمال الحركة فنقوم بزيادة عدد إطارات المشهد عن طريق نقر زر بلاي أنيميشن والذهاب إلى لينث فيمكن جعلها 300 كادر ثم نقر زر أوكي ونلاحظ التغييرات الجديدة هكذا حركة بطيئة للانهيار وجذابة للمشهد هكذا. وعند القيام بعمل ريندر لأي إطار أو كادر داخل المشهد نلاحظ كما هو معتاد عدم ظهور أي نتيجة وذلك لعدم إضافة مشغل مش والذي يقوم بعرض جميع عناصر المشهد داخل برنامج ملحق تايفلو. نقوم بنقر أو ضغط مفتاح تاب من لوحة المفاتيح ثم استدعاء هذا المشغل عن طريق كتابة الأحرف الأولى هكذا ويمكن القيام بنسخه كوبي بيست 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 هكذا نقوم بعمل ريندر مرة أخرى فنلاحظ ظهور جميع العناصر داخل تايب فلو.